يا بنزل رجلك الله يخرب بيت اهلك داخلين على اللاج ده يا رخص ايه بس يا باشا انت كده بتفصلني تماما بقول لك رخص اهو واحد ما عرفش يعمل دماغ في البلد دي او مفيش ديمقراطيه يا باشا باشا يا انت بتعمل ايه الله يخرب بيتك احنا في بلد حريه يا باشا باشا احنا في بلد حريه ولازم نعمل دماغ بمنتهى الثقه انزل يلا انزل حاضر يا باشا انزل الراجل ده شيل اسمين الله يخرب بيتك ينفع كده يا باشا يعني السياده الملازم يفصلني اتفضل يا باشا ايه ده انت بتحشش يا رحمك يا باشا ده احلى حشيشه في السوق من عند حماده اديداس والله يا باشا يا باشا الواد ده غلبان ده ما بيقصدش دي مش صغيرة عادية يا باشا ما تصدقوش يا باشا والله ما تصدقوا ولا بيفهم في الحشو ولا بيفهم في الحاجات دي انت بتهزر كمان هدوء هدوء روح انت ابو ايتنا انت عندك عيال وبتردع الرضع بقى خلي بالك يا باشا يا باشا الواد ده غلبان والله هتمشي ولا تيجي معاه امشي تمشي يا باشا امشي طب عليا النعمه انت برنس البرانيس بجد والله الماده الخام للبرمزه ايه ده يا عم انا قلت محدش هيطلعني غيرك صراحه افوكاتو افوكاتو اشتغل بعد كده يا عم خد بالك يا برنس انا طلعتك المره دي عشان في خطا في الاجراءات المره الجايه مش عارف هعمل معاك ايه مش كل مره تسلم الجرى عم حسني ترى يا عم انا ما صدقت لقيتك قلت هطلع اعمل عبقه في كل حته يا حسني انت صاحبي قوي عينيا ليك في اي حاجه بس مش في كل حاجه يعني المره دي اعتبرتك بتتعاطى سجارتين زيك زي اي حد المرة الجاية مش هطلعك اتفقنا زي ما قلت لك ربنا سترها عشان في خطأ في الإجراءات شكلك كده زعلت يا ميرو يا سيدي ما زعلتش منك ولا حاجة وعشان اثبت لك ان انا مش زعلان منك انا عايز منك خدمة انت تقبل بص يا سيدي انا رحت للواد جابر سألته على تميمة قال لي ما يعرفش عنها اي حاجة وانا واثق ان هي عنده فبعد اذنك انا طالب منك طلب صغير قد كده وساب الموضوع في عينك اعمل خير ولو مرة واحدة في حياتك اعرف لي تميمة فين كان على الخير ما تقلقش الخير مالي قلبي ومدلدع على اللي حواليا انت بتكذب قدامي برافو برافو عليك عجبتني بصراحه الحركه صحيحه بقولك خد المبلغ ده مش عشان انت عديت بالعربيه لا عشان انت فكرت وانا عجبني الواحد اللي يفكر بالمناسبه الفلوس دي ليك انت و اسمه ايه حسني يا باشا اه انت وحسني يعني اسموها مع بعض النص بالنص طبعا يا باشا النص بالنص ماشي هتمرش بأي حاجة عايزكوا تشدوا حيلكوا قوي وتركزوا قوي وتشغلوا مخوكوا قوي 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 يا باشا احنا تحت الطلب نزل السلام عليكم ما تقلقيش يا تميمة الحاجة نظيفة ما تأخذنيش يعني استمرارية ما قصدش حاجة والنبي يعني أنا أصلي موسوسة حبتين كده إنما قوليلي يعني استمرارية هو المحشي ده يعني معمول بلحمة إيه؟ من عند الحاج أحمد يا تميمة تميمة ما تقلقيش أنا عارفة إن أنت جاية تاكلي معانا لا والنبي ما قصدش صدقيني ما قصدش ما بتسألنيش على طول ليه؟ على فكرة أنا زيك برضو لما بروح أي مكان برضو ببقى شاكة إن في حاجة كده ولا كده حرام يعني لو أنتوا عندكوا يعني حلال وحرام كل الأديان فيها حلال وحرام يا دنيا أمال يا أختي بتشرب الخمرة إزاي؟ على فكرة مش كلنا بنشرب خمرة هو الموضوع بس معلهوش تركيز فبالتقادم بقى في ناس عندنا بتشرب لكن هي برضو حرام زي عندكم بالظبط كل ما يذهب العقل ويفسد هيكل الله فهو حرام أنا برضو يعني سمعت الكلام ده برضو من الأستاذ أمير يعني هو قال حاجة شبه اللي بتقوليها دي انا بس يعني قلبي ما كانش مطمن بس طالما انت اتكلمتي انا هقولك انا بصراحه ما كنتش ناوي اجي ولا حتى عندك هنا ابدا انما استاذ امير يعني قال لي ان احنا جيران والنبي محمد تعرفي النبي محمد اكيد اعرف النبي محمد طبعا عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام هو يعني وصى على سبع جار بصي يا تميم احنا برضو عندنا وصايا كتير على الجار وقد ايه هو حاجه مقدسه وعندنا برضو حلال وحرام يعني مثلا عندنا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد لقريبك شهادة الزور يعني مش عشان قريبك ما تقولش كلمة الحق لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا أمته ولا عبده ولا ثوره ولا حماره ولا أي شيء لقريبك إلى آخره اه والله العظيم يعني بتقولي كلام زي الفل بتقولي حكم طب ما دوقينا المحشي بقى بتاعك ماشي تمام
تسلم ايديك استمراري. عادي شويه معلش. جميل حلو قوي. ادعي صاحب المكان بالرحمة. انت اتحطت علينا مصيبة يا جدع انت. انت جديد ياه، شكلك مش من المنطقة. الطرب دي في زمامنا، انت ايه اللي جابك هنا ولا مين اللي بعتك؟ بقول لك ايه؟ بالذوق كده هات الفلوس اللي اديتها لك. هات! يا ابن اللذينة! يا ولد! خلاص! يا ولد! خلاص! 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 طلع قلب امك! خلاص! قلبي ايه؟ خلاص ارفع معاك! ارفع معاك يا جدع! ما بهزرش انا هروح امك! اجري يا ولد! يلا سيبك منه! اجري! خلاص يلا! سيبه! اجري يا ولد! سيبك منه! السلام عليكم يا عم زياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. أنا كنت عايزاك في خدمة كده لو ممكن. تحت أمرك، بس قبل الخدمة قولي لي الأول، ست بدرية كويسة؟ أه الحمد لله. أمورينا يا بنتي خير. أنا عارفة يعني إن حضرتك كنت بتشتغل في جورنال الأمل، مش كده؟ صح. كنت بصحح لغة عربية. يعني ليك معارف وكده يعني بصراحة أنا عايزة أشتغل، ونفسي في شغلانة كده تكون كويسة ومحترمة. أنا عارفة طبعاً ده أكيد كان عندك ناس ليها مركزها الكبير في البلد. صح، أنا فعلاً كنت بقابل الناس دي، ساعات كمان كنت براجع مقالاتهم عشان أعيد تصحيح اللغة فيها. مش بس كده، أنا كنت أحياناً بعيد كتابة المقالات نفسها عشان الناس تقول الله ده كاتب عظيم. بس الحقيقة بنتي، أنا لا عمري عرفت الناس دي ولا قابلتهم ولا كان لي علاقة بيهم. أنا خرجت من الشغلانة دي زي ما دخلت. بس على العموم أنا هكلم لك أي حد أعرفه حتى لو كان صغير قد كده، ومين عارف يمكن ربنا يفتحها في وشك، يفتح لك الأبواب المقفولة. متشكرة أوي يا عم زياد. العفو يا بنتي، على إيه؟